سهيل سهيل يا حيوان انا بورجيك ملوك انا بورجيك تخلصت انت الواطي ليش لمست يا حقير ليش مين انت اللي تعلمني انا بورجيك مين انا يا واطي انا بورجيك هكا تركوني تركوني خد يا كلب سهيل انا بورجيك يا حيوان بعد واو لك تركوني انتبه أظن أنه في سوء تفاهم بيناتكم ما في لزوم لحدا يتأذى بدون سبب لهيك لا تتجاوز حدودك تفضل على طاولتك ولا تأكل هم الأضرار اترك علينا خدم من قصيرة ونضب مكانك أما إذا ما عجبك الحكي فما في قدامك فرصة تانية طلعت زلمة مزوي وبتفهم بالحكي لو سمحت تفضل هلأ جيبولي أنينة ويسكي للشباب أمرك يا بيك ممكن تقبلك اعتذار مننا؟ أنا بدي أرجع على البيت سليمان خلينا نروح يلا هلأ بتحب تجي معنا يا بيك؟ لا بدي ضل هون وأنا رح أبقى مع سهيل لا تخافوا عليه ولو ما بينخاف عليكي جيب لي كاس تاني عجل جيب لي كاس تاني خف شوي جميلة 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 مين عم بيعيط؟ جميلة 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 لا يلا انزلي تاي لعندي تاي جميلة لكني جيت بنص الليلة حتى اشوفك تعالي يلا تعالي بابا ليه قام اشتاق لك مني بلا هالحكي مو وقته هلأ زلي تاي مو شايفه سكران بعده جميلة شو بدك جميلة طارق مشوار طول عرض لأجي عندك زلي تاي شو عامل زقف لك يعني لا تتمسخري ليكي شو جايب لك شوفي كل هدول شفتي قديش في معي ليكي كل هاي المصاري شايفة صدقتي ليكي وين لقيتهم عم تلقطهم من على الشجر؟ لك لا تمسخري لا تمسخري وليه لا تمسخري علي خلصيني انزلي علي روح من هون
رجع على بيتك ارتاح وريحنا. خبرتيهم للولاد شي؟ انت شو عم بتقول؟ جميلة، الولاد عندهم خبر بي... عن شو عم يحكي؟ صاير شي يعني؟ شو عم بيقول؟ مو شايفه سكران يعني؟ ما قلتي لي خبرتيها لأولادك جميلة؟ انت شو بدك هلا؟ عم تفكري تتزوج الصياد الزفت وولادك خبرتيها؟ ولا ما حكيتي؟ امي بابا شو قصده؟ في هيك شي؟ خبرتيها انك رح تتزوجي لهداك الواطي جميلة؟ قلتي له للولاد شي؟ لك يلا احكي، لا تجنيني، رح تتزوجي ولا لا؟ شو جميلة؟ رح توافقي عليه ولا لا؟ انتو خليكن هون. شو صار لك انت؟ جنيت شي؟ يكون بعلمك هذا الصياد واحد حقه نص فرانك جميلة. لك وسافر، واحد مدل كمان. ولا برأيك اللي بيحط عينه عمرت رفيقه بيكون منيح؟ لك احكي جميلة. ما عجبك بس الحق علي انا، كان لازم شيل عيون من وقت ما حطه عليكي. قلي للشرف علي. نحن اتطلقنا ولا نسيت؟ انا ماني مرتك هلا، وانت ما عاد لك علاقه فيني لا من قريب ولا من بعيد. فهم بقى. سكتي سكتي سكتي، خلاص بعرف اتطلقنا وخلصنا منيح. مستحيل ولا يحلم انه ياخدك. انت مرتك كارولين، هو حط عينه على كارولين؟ اذا بيحط عينه عليها بشيل عيونه، وحتى لو عليكي انت كمان بشيل عيونه. فهمتي؟ لهيك لا يحلم فيكي ابدا. انت لهلا مخك ما كان يستوعب انه ما عاد لك كلمه علي بنوب؟ هداك الصياد واحد سافل وندل. خلصنا بقى. ابن حرام، حاجة تظلمه. الزلمة معاني بحياته وخسر اللي بحبهم كمان. لو حدا غيره عاش اللي عاشه المسكين ما كان استحمل. منيح اللي لساته عايش ومتحمل. والله عن جد انزعجتي لأني حكيت عليه؟ هذاك الكلب أثر عليك. انت أدرى بالكلبة المستوردة كمان. طولي جميلة، نصحك تحكي معي بهالأسلوب. علي علي علي، يا الله علي. ما رح تأخذها. شو رح نعمل؟ غمي أبوكن. مزبوط اللي قاله بابا؟ ماما عن جد الصياد طلب إنه يتجوزك؟ لأنه اليوم أبوكن والصياد علقوا خناقة كبيرة، ولما صار هالشي اضطر هداك يحكي هالحكي بوشه. بس أكيد ما كان قاصد شي بالمرة. بعدين هلا وقتكن وقت هذا الحكي؟ أبوكن واقع على الأرض، والله إذا تركناه هون بيموت من برده. تركيه خلي الكلاب تاكله. إيه بيكون أحسن، بس ما بعرف إذا بيشتهوه، لحمه مر. شبكن هذا بيضل أبوكن. أمي مشان الله تركي شبنا فيه نحنا. برأيي تروح وتخبر مرته، خليها تيجي تاخذ جوزها وتنقلع. مين أنا؟ ما بدي، ما دخلني فيهم. لشو لروح أنا؟ روح بلا علاك جيبها وتعا. إذا ضلوا هون ما رح نخلص من مشاكله. المشاكل من صفاتي أنا أمي. بلا لعي. روح. ماشي ماشي، بس لخبر خالتي مرت أبي. إيه إذا أنت كمان رح تجيبي لنا زوج أم قليلنا قبل بوقت، لا تفاجئينا مثل بابا. قلتك عم يمزح ولا عم يحكي عن جد؟ والله ما بعرف. علي علي علي. بابا
طلعي أنا بدير بالي، بس إذا مانك حابة تتقلعي من هون نفس اللي عم بطلبه منك وبس. طيب يا أنسة. سهيل، 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 حلي عني بقى، روحي بقى. مجيد روح من هون وإلا أنا بتصل بوليس. لا تخافي ما رح أعمل شي، جيت لقلك شغلة. شو بدك تقلي يعني؟ زوجك قدام باب بيتنا فارد، تعي خدي. فارد؟ شو يعني فارد؟ يعني زوجك إجا على بيتنا وقدام باب بيتنا حضرته وقع وهلأ نايم على الأرض، فهمتي؟ قالي ليش لينام بالشوارع؟ مستحيل أنت عم يكذب. ولك أنا ما بكذب. ليكي شربان كان سكران يعني، فهمتي؟ تعي خدي. انت عم تكذب. مثل ما بدك تصطفلي، اذا ما جيتي واخدتي زوجك الكلاب رح تاكله برا، وبجوز تروح عليكي وتصيري ارمله. يلا انا رايح. لوين؟ كيف بدي اجي عبيتكن هلا وقت متاخر؟ يا ربي دخيلك. يلا عم بستناكي، تعي معي. تواخذيني مو قصدي فايقك، عطشت وما في مي جوا. مروى خانو هات مكتب البيك، وهو ما بيهون عليه حدا يفوت عليه. ايه كنت عم دور على المطبخ لحتى اشرب. من وين؟ تفضلي معي. تفضلي. كأنه سهيل بيك شكاك كتير لحتى قافل المكتب، ولا ما بيثق بحدا فيكن؟
وإلا ليش ليقفل غرفة بقلب بيته؟ من قبل ما كان يقفل على شي، بس هلأ ما بعرف ليش قافل. بلا؟ طيب شكراً لك. العفو. قبطان علي، قبطان علي، مجد تعال ساعدني. روح ساعده. لهلا واقفة عم تتفرجي علينا؟ تعي احملي زوجك ونقلعه منوشنا. بس أنا ما بيقدر يشيله. ليش بقى؟ خايفة توعي بالطين ولا تتغبري شوي؟ تعي خدي. علي شو عم يعمل هون؟ ليش اجا؟ بس يفيق بكره الصبح تبي يسألي. بدي اعرف منك. قال عنده حكي وبده يحكي معي. شو قال لك؟ شوفي المصاري اللي لحشها. قال كسبها وحب يتمنفخ فيها قدامنا. مشان هيك اجا لعندك؟ وفي شخص طالبني، ووقت عرف جن جنانه. شو يعني طالبني؟ في شخص حابب يتجوزني يعني. وعلي خايف اني ارضى واتجوزه. انتي بدك تتجوزي وعلي متضايق منك؟ ايه. انتوا ليش واقفين هون لهلا؟ انا ما قلت لكم فوتوا لجوا؟ ما قلتي لنا فوتوا، قلتي اطلعوا. لك اطلعوا قدامي بقى. ايه
اتفاقية. صياد إجا وعرض علي الزواج، بس أنا لسه ما قبلت، قصدي ما جاوبته لسه. بعدين إذا صار وقبلت فيه، يعني إذا، ما رح أتصرف بشي قبل ما أخذ رأيكم، لأنه رأيكم بالنسبة إلي مهم وعلى أساسه أنا بمشي، وبدي إياكم تعرفوا أني ما رح أعمل أي شيء يضايقكم وما لكم خاطر فيه. أمي شوفي، نحن كل اللي بهمنا بالموضوع، يعني مو شرط مشان الصياد، يعني حتى لو كان في غيره بالمستقبل وفكرتي ترتبطي فيه عن جد، وكان هالزلمة منيح وبيحبك وناوي يتجوزك ويعزك ويحبك من كل قلبه، أصحك تفكري إنه نحنا منتضايق. بدنا ياكي تشوفي شي يوم حلو، يعني بعد اللي صار واللي مرق على قلبك وانتي لحالك تحملتي كل شي كرمالنا. أنا مالي لحالي يا عمري، بكفيني إنكن جنبي. وبعدين لما أفكر إنه أنتي وأخوكي ممكن تروحوا، شبك يا روح أمي بتقبرني. ليك وحياتك ما رح أعمل شي ضايقك يا روحي، لا تزعل، لا تاكل هم، أنا عندي إياكم بالدنيا كلها، بس أنت لا تضايق حالك ماشي؟ نصحك تفكر ممكن زعلك، لو بيعطوني الدنيا كلها ما عندي أغلى منكن يا عمري أنت، وحياة الله ما عندي أغلى منك حدا، وبتكفيني محبتك، وما بدي شي طول ما أنتوا معي وبتحبوني يا عمري. أنت لا تاكلي همي أمي، أنا مثل ما بتقول ستي إلي ساعات جنان. كلام أختي مزبوط، أنت كمان إليك حياتك مثل أبي ما لقى الحياة اللي بتناسبه. أنت كمان من حقك تعيشي حياتك أمي، وأوعي تهتمي بكلام الناس، سعادتك أهم من أي شيء أمي. بس غريبة. شو الغريب بالله؟ لأنه هو كمان قال لي نفس كلامك. مين؟ الصياد. ليش شو قال لك الصياد أمي؟ احكي لي. قال لي رح تعيشي عمرك وحيدة بس لأنك خفتي من كلام العالم اللي ما رح ينفعك، وقال لي اللي بيفائل الإنسان بالحياة هو الحب وبس. أمي كانت عم تحكي عن الحب، لهيك تفاجأت، لأني بعرفها عملية، بتغسل وبتكوي وبتطبخ وبتجيب لنا أغراض، وعلى طول شايلة همنا وملتهية بتربايتنا. أمي بحياتها ما عاشت الحب، يمكن مشان هيك كانت تبكي بدون ما نشوفها. المسكينة كانت تفش قلبها بالبكي لحالها،
وبعدين تتقبل تعاستها وتسكت. برأيي الحب جوهرة غالية صعب تلتقى. يمكن أمي كانت ناطرة حدا يقدم لها الجوهرة، مثل كل هالنسوان اللي بتعرفهم كانت ناطرة وكل أمل. طيب إذا هيك خليه يجي لنتعرف عليه. يا عمري انت. شو عم تعملي هون؟ والله طلعتي مانك هينة. جرأتك هي وقوتك وذكائك وبوشك اللي وراء ألف وش. بالمقارنة مع الاتفاقية اللي وقعتها مع إيلين أنت كمان مو قليل سهيل، ومانك أحسن مني. شو رح تعملي هلأ؟ الفضول عندي وراثة من العيلة ونقطة ضعف ودابحني، لهيك عرفت شي ما كان لازم أعرفه، بس ما رح أستخدمه ضدك أبداً، لأنه أنا بحبك واللي بدي إياه هو أنت سهيل، ومستحيل أعمل مثل ما عملت إيلين. أرضى بحدا أقل مني إذا ما قدرت أوصل لك. معناها انتي متوقع مني إليك برافو؟ هذا الشيء أكيد، بس مو هلأ، بعدين. مزبوط؟ اطلعي لبرا. أنا ما عاد فيني أتحمل ضل هون. لك طقت روحي من القعدة وما عاد فيني ضل هون، ما عاد فيني. حاسس هون سجن رسمي، سجن، عم تفهمني؟ غسان اهدى شوي، إذا بتضل على هالحالة بيطق مخك على الفاضي. لازم تكون رجال هادي وتستوعب شوي. شبك؟ ماني عم بستوعب شي. لك ما عم بقدر لاقي تفسير يا أخي، كيف الزلم اللي قوص أمه لأحمد اختفى وما حد عم يقدر يلاقيه لهلأ؟ والله رح جن. مستحيل، أنا ما عاد فيني ضل هون، بدي أطلع. ما عاد فيني، بدي أطلع من هون بقى.
كيفك ابني؟ لإمتى بدي ضل هون؟ هلا خليك صابر لبين ما تهدى الأمور شوي وبعدين بنقرر. إلك عندي خبر حلو. شو الخبر؟ تراسلت مع جامعة مرتبة برا، رح أبعتك تدرس فيها برات البلد، هنيك رح تكون بأمان أكتر، وهيك بتخلص دراستك وبتعمل دراسات عليا كمان، ومن هون لوقتها بتكون الأمور هديت، ولما رح ترجع تقدر تبدأ حياة جديدة من وقت ما تركتها هون. مثل أي مجرم بيهرب وبيرجع بعد سنين، مو هيك بابا؟ بس ما رح أهرب أبي. لو سمعت كلامي من الأول ما كان صار اللي صار. كل اللي صار بسبب هديك البنت نيفين اللي راكضة ورا غيرك. رح تعمل مثل ما قلت لك بدون نقاش، فهمت؟ أنا رايح، خلي عينك على الولد. شو صار لك جنتي؟ ليش رحت عند جميلة؟ أنا رحت لعند جميلة؟ إيه مزبوط، أنا رحت امبارح. أنت شو بدك لسه من جميلة؟ لأنه الصياد الوضعي عم يكبر راسه وما بده يتركها بحالها، وقال بده يتزوجها. شو دخلك؟ إذا أنت جوزي أنا، شو دخلك بجميلة؟ شو دخلك إذا بدها تتجوز ولا تضل هي هيك حرة بحالها؟ أنت طلقها من زمان. ما رح خليها، ما بدي تتزوج هالكلب، فهمتي؟ ما رح أسمح لها. ليك علي، أنا اشترى سفينة وأنت رجعت كبتان. نحنا أسسنا الشغل وصرنا منكسب مصاري كتير، لك انسى جميلة واتركها بحالة وانسى الصياد، انتبه لحياتنا وشغلنا وإلا بشتغل لحالي. قبطانة كارولينا، بدك تستلمي الشغل؟ ايه. بدك تقلعيني يعني؟ ايه. لزوجي؟ ايه. تعال، ما بدك تضل ورا جميلة، انت رح يخرب كل شيء، يعني انت بدك يفلس وكارولين تهتم بأمرك. لا علي، انا ما بيقبل ابدا، انا قلت لك من اول انا مو جميلة الغبية، خليك عاقل معي. تفضل. أكرم بيك موجود هلا؟ تفضل. عفوا، رسول بيك برا وقال بده يشوف حضرتك. صر فيه، ما عندي وقت ضيعه مع هذا التافه. يا الله، شو قلة الأدب هي؟ اطلع لبرا. بس لأفهم بروح من حالي أكرم بيك. روحي بنتي.
مين قتل أمه لأحمد؟ كانوا بهمني. الهدف ما كانت أمه لأحمد، كان أحمد، بس المجرم صاب أمه بالغلط. مين هذا المجرم؟ شو دخلك؟ شو مفكر حالك محقق لتحكي معي؟ ضروري أعرف يا بيك، مين هذا اللي فات بيناتنا ونحن ما منعرفه وتصرف بشكل عم يضر فيه القضية تبعنا؟ عم تلمح أني أنا اللي قتلته ولا؟ القاتل حدا تاني، بس أنت المحرض، هذا اللي بدي أقوله.